بسم الله والحمد لله، وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع قصة نبوية. سيدنا النبي بيحكي لنا قصة عجيبة ما بين اتنين من بني إسرائيل، رجلان من بني إسرائيل. واحد راح للتاني قال له سلفني 1000 دينار، فالرجل رد عليه وقال له طب هات لي شهيد. قال له كفى بالله شهيدا، ربنا يشهد على كده. قال له موافق. طب هات لي كفيل ضامن. قال له كفى بالله كفيلا. قال له وأنا موافق. هتسددهم إمتى؟ قال لك لأجل مسمى، حددوا ميعاد التسليم. الرجل اللي استلف 1000 دينار ده يا حضرات ركب مركب وسافر، وهو مسافر حان وقته سداد الدين، فطلع ناحية البحر يلتمس مركبا عشان يرجع بلده عشان يسدد الدين اللي عليه، فلم يجد مركب. فقال له يا رب إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت كفى بك كفيلا فرضي، وسألني شهيدا قلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وأنا يا رب أجهدت نفسي إن أنا ألاقي مركب عشان أبعت له الأمانة بتاعته، مش لاقي. أنا أجيب حتة خشبة، وقعد ينقر في الخشبة ديت، عمل فيها كده زي حفرة صغيرة في الخشبة ووضع فيها 1000 دينار زي حطهم في كيس وحطهم في الخشبة، وقام رمى الخشبة في المية وقال له يا رب أنا استودعتك هذه الخشبة وهذا المال توصله لصاحبه عشان مش عارف أوصله، أنا بيني وبينه البحر. في نفس التوقيت يا حضرات لما جه معاد السداد خرج الراجل صاحب الدين اللي هو صاحب 1000 دينار، خرج على شاطئ البحر يلتمس مركبا يشوف المركب وصلت ولا لسه عشان ياخد الفلوس بتاعته، فلم يجد مركب لكن لقى حتة خشبة كده طافية على سطح المية. قال أنا هاخد الخشبة دي حطبا لزوجتي، لأنه زمان ما كانش بقى فيه بوتاجاز والكلام ده، كانوا بيطبخوا بالخشب. فخد الخشبة وراح لمراته بيكسر الخشبة فلقى فيها إيه؟ 1000 دينار. بعد فترة من الزمن جه الراجل اللي كان عليه 1000 دينار وقال له سلام عليكم. وعليكم السلام. قال له جئت أسدد لك 1000 دينار، واعذرني إن أنا تأخرت لأنه ما كانش فيه مركب تيجي. فالراجل قال له هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال له أنا قلت لك ما كانش فيه مركب عشان أجي. قال له فإن الله قد أدى عنك. مش أنت بعت لي 1000 دينار في خشب؟ قال له أيوه حصل. قال له ربنا سدد عنك. فانصرف بال1000 دينار راشدا، لأنه كان جايب 1000 دينار تانية خاف إن 1000 الأولانية ما وصلتش، لكنها وصلت بعناية الله وبرعاية الله. تعالوا نتعلم أهم الدروس بعد ذلك الفاصل. مستمعينا الكرام، أجدد لحضراتكم التحية. والدرس الأول اللي بنتعلمه هو كلام سيدنا النبي لما قال لنا من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. اللي ناوي السداد ربنا بيعينه وبيسدد. الأمر الثاني والدرس الثاني فضل التوكل على الله. الراجل المدين ده اللي كان عليه 1000 دينار توكل على الله، وكان هدفه يسدد الدين في معاده، فجاب حتة الخشب وحط فيها الفلوس واستودعها ربنا وتوكل على الله، وجعل هذه الخشبة في رعاية الله وبعناية الله وصلت. وده درس مهم جدا في حقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث والأخير يا حضرات، إن أداء الأمانة من صفات المؤمنين المتقين أولياء الله. قال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.